طب اقول لك على حاجه يا اختي. خير يا شيخوخه؟ اقول لك على حاجه. مبسوط مني؟ عايزك تبصي لمستقبلك. بصي كده لمستقبلك. يلا انا بره الموضوع ده خالص. ودي يا شيخوخه. يا عم انت بتحدفني بالبت وانا قاعد جوه. معلش قاعد في الحمام لقيت البت. معلش ما كانش يقصد. بصي يا شيخوخه، بصي يا سي دمدم، انا عندي الحل يا اخويا. انا فكرت وكررت هكلم لها الشيخ سيد نفيسه. شيخ مين؟ سيد نفيسه. سيد نفيسه؟ ايوه هيجي حضر للبت تغريد العفريت اللي هيسرق لها ورقه الاسئله من الوزاره. اه شيخ وعفريت واعمال سفليه وخلافه. امال ايه؟ انا بره الموضوع ده. الله يا اخويا خليك بره. ولا بص ده شيخ واصل اقسم بالله ده بيسمعني من غير ما اناديله لوحده كده اهو. روح حضرت اهو. ايه فين؟ لا دي بنتي بتتفرج. روح الشيخ حضرت. المصلى السبعة ده يا جدعان. سيد نفيسه. الله. اه اه طب ايه ده 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 اه ده مجنون يا جدعان. طب مجنون يا حاج. طب استنى 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 الله في حاج. طب استنى صلي على النبي انا مش معاه بس الله ده متخيل. دي كبيره واحده واحده عليا. ايه ده؟ لا دي منطقتي اللي بحبها. الله الله. طب استنى 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 ده مخلول يا اخوان. والله مخلول والله مخلول. طب صلى على النبي. بتعمل كده ليه؟ ايوه اه يا عم انت هو رمضان ما فيهوش غير كنافه قطايف تمر هندي اي حاجه. انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه يا عم انت؟ بضرب الوضع مالكش دعوه انت. تضرب الوضع هو عمل لك ايه الوضع؟ انا لا جاي اقول لك ارجع. اسمع علشان انا عندي غسيل يا عم صبانه. ايوه يا اخوي. ارفع السجاده اللي ورايا وهات العمل اللي تحتيها. ما شاء الله الله اكبر. عرف لوحده ان في هنا عمل تحت السجاده. الله اكبر. اهو اهو العمل. يوم خد يا كالوشة اديهوله. ايوه ماشي حاضر حاضر اهو. ايه ده؟ ايه يا كالوشة ايه ده؟ اه انا اسف انا اسف. اوعى تتلبس يا كالوشة. يا ابوك لقى تمثال فرعوني في البيت وعايزين واحد امين يصرفه. العفاريت دول جم هنا ولا ايه؟ تجرى سرعة. امشي 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 يا حاج انت اهبل. في حاجه مضايقاك؟ في شويه عفاريت بمشيهم من هنا. ما بتردش عليا. بقول لك في حاجه مضايقاك. في شويه عفاريت بمشيهم من هنا. هو انا مش مالي عينه مش عايز يرد عليا؟ لا يا حاج في حاجه. مش راكب انت مع العفاريت؟ الله في ايه يابا؟ روح انت يا حاج. ابنك بيرسل وما بيستقبلش. اه من اول الشهر ما بيستقبلش. وايه السبب يا حاج؟ ما دفعتش الفاتوره. طب والعمل؟ اشحن وما تخلقش. اشحن يا حاج.